مرحبا أعزائي المشاهدين، وصفتنا اليوم اللي هي مهمة جدا جدا وصحية، وبتمنى أنه الكل يجربوها، اللي هي كيف نعمل عصير البقدونس اللي هو له فوائد كبيرة جدا لجسم الإنسان، وأيضا رح أعلمكم أيضا كيف نعمل شاي البقدونس. أوكي، مثل ما شايفين عندي هون كمية معينة من البقدونس، رح أعمل منها العصير. هلأ فرجيكم كيف، ورح أعمل أيضا الشاي. قبل ما بلش بالوصفة هون بدي أعرض عليكم بعض فوائد البقدونس المهمة، وإذا حبيتوا هيدي الفوائد فكملوا الوصفة واستفيدوا منها. أول شيء، البقدونس مفيد للتخسيس والتنحيف ومصدر جيد للفيتامينات كاف وألف وجيم، يعد أحدى أفضل أنواع الشاي للرجيم. هيدا بقدونس منيح للرجيم وبيستعملوه كتير. مفيد للقلب حيث يساعد في الحفاظ على القلب والأوعية الدموية من النوبات القلبية وتصلب الشرايين، ويساعد على نسبة خفض الكوليسترول بالدم. وأيضا مفيد البقدونس للشعر حيث يمنع عدم تساقط الشعر. أما فوائده للكلى أي الكلاوي اللي هي مهمة جدا، وكثير من الناس بيعانوا من مشاكل بالكلاوي، هو من أهم الأعشاب الطبيعية التي تستخدم لتطهير الكلى، ويستند هذا على أن المواد السامة مثل اليوريا تمر عن طريق الكلى، فالبقدونس يعمل على طرد السموم من خلال إضراره بالبول. أيضا مفيد للبشرة وللجلد، يعني فيكن تجيبوا كمية من البقدونس تغلوها وتطحنوها مع قليل من الماء أكيد، وتعملوها بشكل عجينة وتحطوها على الوجه، حيث أنها مفيدة للوجه وأيضا مفيدة للشعر. أيضا البقدونس يساعد على مقاومة السرطان حيث يمنع من نمو الأورام، وخاصة أورام الرئتين، وهو يعمل على تحييد الشقوق الحرة المسببة للسرطان مثل البنزوبرين الناتجة عن دخان السجائر. أيضا البقدونس مهم للدورة الشهرية حيث ينظم الدورة الشهرية. هلأ في تحذير أنا بدي أقولكم عليه، اللي هو إنه مهم جدا عدم استعمال هذه الوصفة للحوامل. أوكي، هيدي الوصفة أو البقدونس ما منيح أبدا للحوامل، فهيدي انتبهوا لها كتير. أوكي، أما للسكري فهو يعمل على خفض السكر بالدم لدى الأشخاص المصابون بالسكري، وأيضا يرجى عدم زيادة الجرعة عن 3 مرات باليوم. أي إذا بدنا نشرب شاي البقدونس أو عصير البقدونس بكميات كوب، اللي هو الكوب الشاي العادل المتوسط، فيجب عدم تناول هذا الكوب أكثر من 3 مرات باليوم. شفتوا بعض فوائد البقدونس الملخصة قديش هي مهمة، واللي كتير من الناس قد تكون غايبة عن هذه الوصفة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا واستفدوا من المعلومات، لذلك نحن اليوم رح نعمل عصير البقدونس وشاي البقدونس هين جدا. اوكي، عندي كمية معينة من البقدونس، انا بدي استعمل تقريبا لحشيل قليل من البقدونس. حسب الاطباء العالميين انا في اليوم استعمل 30 جرام من البقدونس، وحطهم مع لتر من الماء لشاي البقدونس. اوكي، مع لتر من الماء. هلا نحن رح نعمل العصير. اوكي مشاهدينا، انا وضعت محقوضة عندي ماء يعني
ساخن رح اوضع 500 جرام، مقدار 500 جرام من الماء. نفرم البقدونس قليلا ورح نوضعه بالماء الساخن لنغليه. هلا هون عم نعمل نحن عصير البقدونس. فينا نعمل نعصر البقدونس على عصارة كهربائية اللي بيعملوا فيها عصير الجزر أو التفاح، ولكن جربوا هيدي. أنا اليوم بدي أستحصل على ماء البقدونس، يعني خلاصة الماء هول رح أرجع صفيهم ورح لكم شو بنعمل فيهم. أما بالنسبة لشاي البقدونس، عندي بعض ورق البقدونس رح أوضعهم بكباية، وفي أبضان بالإبريق، يعني إذا عندي مي كمية مي، ورح أضيف مباشرة الماء الساخن. شوفوا قديش صحي ومفيد، يعني حتى الشكل أكيد لأفضل النتائج. بدي أترك هيدا البقدونس بالماء الساخن لمدة 15 دقيقة. أما إذا بحب بسرعة فممكن على الأقل يعني 7 دقائق، أوكي، بس استفيد أكتر لياخد الماء خلاصة البقدونس وفايدته، على الأقل بده ربع ساعة، أوكي. في زيد شوية سكر للطعم أكيد إذا بحب. هلا رح نتركهم ربع ساعة، اوكي. مثل ما شايفين غلات البقدونس لمدة 5 دقائق فقط، مش اكتر، بس 5 دقائق لحتى لي ياخد الماء الفوائد. هلا بالبلندر رح ضيف الكمية اللي كانت عندي مع البقدونسات كلهم، اوكي. من بعد ما وضعتهم بالبلندر اكيد رح اتركهم شوي ليبردوا، ما هاطحنهم هنو سخنين، مما يسبب انه بده يطلعوا عندي من خارج البلندر ولو كانت الكمية قصيرة. فهيدي بدي احترس لها اذا عم اشتغل على البلندر بهذا الشكل. اوكي مشاهدينا، اذا من بعد ما تركت البقدونس ربع ساعة بالماء الساخن، هلا في ارجع سخن الماء قليلا ما في مشكلة اذا بردت. اما بالنسبه للبقدونس اذا بدي الطعم تكون اقوى، في افرمه وفي حط عروق اذا بدي تكون اخف، اوكي. رح نصفي نضغط بهذا الشكل، اوكي. اذا عندي شاي البقدونس صار جاهز، فيه اوضع له قليل من السكر واتلذذ بطعمته، رائحته جميلة جدا. عن جد بس تشربوه بتحسه بانتعاش داخلي، وايضا بتحسوا هيك بشي صحي مفيد جدا عن جد. هلا رح فرجيكم كيف نعمل العصير. اذا مثل ما شايفين عم بطحن البقدونس، من بعد ما طحنت البقدونس اكيد رح صفيه لون جميل جدا. شوفوا الفايدة كلها، بضغط بهذا الشكل بملعقة، اوكي.
عصير البقدونس عندي صار جاهز ليكو لونه الجميل. اكيد هذا ما حنشربه سخن، لح نغلفها او نغطيها بس يبرد، نحطه بالبراد ونشرب منه تقريبا كوب متوسط 3 مرات باليوم، ورح تشوفوا نتائج مفيدة، وأيضا بساعد مثل ما قلت على التنحيف، وهو صحي جدا وما في أي عوارض مثل ما قلنا، إلا عوارض إذا زادت الجرعة عن حدها، ومثل ما بتعرفوا كل شيء بزيد عن حده ما بيسوى، وأيضا الحوامل مثل ما حذرنا إنه غير مناسب أبدا. أوكي، إذا سكر الغطاء مثل ما قلنا. هلا عصير البقدونس صار عندي جاهز، وايضا شاي البقدونس كمان عندي جاهز. اوكي ما شايفين، وإذا بدي يعني على القليلة اشرب كوب من البقدونس بالنهار. بتمنى تكون هيدي الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها، وأرجو المشاركة للاستفادة عن جد، لأنه هيدي مفيدة، فيكم تبحثوا وتشوفوا قديش عن جد مفيدة، وأنا أعطيتكم بعض الفوائد المهمة جدا للبقدونس. استعملوا البقدونس بالأكل بشكل جيد، أكيد بطيب الأكل، طعمته لذيذة وأيضا مفيد جدا. إلى حلقة مقبلة ومميزة من مطبخ شيف أحمد، وإلى اللقاء.